أكلة اليوم من أطيب وأشهر المأكولات اللبنانية هي صيادية السمك مع التراتور. هنعملها بطريقة سهلة كتير، هقسمها لعدة مراحل حتى تلاقوا كل الخطوات سهلة وتجربوها. أول مرحلة، إذا بدنا نزين الصحن بالقلوبات لازم نقلل القلوبات الموجودة عنا بشوية زيت. أنا عندي لوز، فيكن تحطوا كاجو أو صنوبر المتوفر عندكم بالبيت. منضلنا عم نقلبهم وننتبه ما يحترقوا، بدنا اياهم ياخدوا بس اللون الاشقر الحلو. منصفيهم منحطهم على ورق المطبخ ومنحطهم على جنب. المرحلة الثانية، بدي اقلي البصل. الصيادية اساسا هي بدنا ناخد لون البصل، بدنا نحمره مع زيت. انا عم اقلي بصل كبيرة قطعتها وبدي ضلني عم حركها حتى ما تحترق وتاخد اللون الذهبي يلي بدي اياه ويعطيني اللون الحلو للصيادية المعروف. فبضلني عم قلم لأوصل لهيدا اللون، تقريبا هيدا اللون. هلأ بصفيهم من الزيت وبضيف عليهم كوبين من المي او حسب كمية الرز اللي انتو عم تساووها. انا حطيت كبيتين من المي تقريبا وخليهم يغلوا مع بعض شي نص ساعة. نوصل للمرحلة الثالثة يلي هي السمك. عم بستخدم فيلي سمك، فيكن تستخدموا السمك كمان العادي يلي بيكون مع قشره. بتنطفوه كتير منيح وبتغسلوه، بتحطوله ملح وبهار ابيض وبهار سمك اذا بتحبه، ومنحطوله شوية زيت ومنشويهم بالفرن اذا بتكون ايه صحي، واذا بتحبوه مقلي كمان ممكن تقلوه. ملحتهم وبهرتهم من الوجين وانا هحطهم على بالفرن وهولي على النار من فوق وقلبهم. بس يستوي اول وجه برجع بقلبهم على الوجه الثاني. نرجع للبصل بعد ما استوى او انسلق كتير منيح. هلا بدي صفي المي وبدي اخذ المي واتخلص من البصل. البصل خلصت مهمته، انا هلا ما بدي اياه، بدي اخذ المي. شوفوا كيف لون المي، هيدي اللون يلي بتعطي الرز اللون البني تبع الصيادية. عم بحط البهارات يلي هني كزبرة وملح وكمون وشوية كراوية وملح، كلهم هيكونوا مكتوبين بصندوق الوصف. هحطهم فوق المي وبدي ضيف فوقهم الرز المغسول والمنقوع. عندي كبيتين رز حبة طويلة، ومعيار المي بتعدلوا حسب كمية الرز عندكم. لازم يكون فوق الرز تقريبا بسنتي واحد. بخليه لتغلي المي وبوطي النار على الاخير ليستوي الرز ويصير عندي مفلفل وجاهز. وهلأ جيت مرحلة التراتور. التراتور هي بدي ساوي تقريبا كباية طحينة او نص كباية طحينة، وبدي شوي شوي خففها بالمي. ما بحط كمية مي كبيرة، بخفف شوي شوي وبرجع بحط لهم شوية حامض. بحط المي قبل الحامض حتى ما يصير عندي تكتلات مع الطحينة. بس لأتأكد انه دابت كل الطحينة ساعتها بضيف الحامض. الحامض والملح والثوم كله حسب الذوق. حطيت شوية ثوم وحامض وهلأ شوية ملح وبحركهم مع بعض. هحس شوي التراتور بل رجع جمد، فيه خففة كمان بالمي. بتخففوه أو بتجمدوه، بتخلوه جامد حسب ما أنتوا بتحبوا. أنا رجعت خففته مع شوية مي وصار عندي التراتور جاهز. حطيت له شوية كمون من البهارات وشوية بابريكا وصار جاهز. بحطه على جنب، آخر شي بيتقدم مع السمك لما بدي أطبخه. نرجع للرز. الرز عندي استوى، آخر شي هلأ بطفي النار وبحط عليه فوطة نظيفة وبغطي الطنجرة لأتخلص من كل شي إذا كان في شوية مي أو بخار، ولا ينشف الرز كتير منيح. استوى السمكات وعم بسكب الرز، بحط السمك فوق الرز وبقدم حده التراتور وبحط عليه القلوبات يلي قليتها بالأول. وهيك صحننا صار جاهز. ممكن نقدمه صحن أو ممكن نحطهم بصحن كبير وزينه بالطريقة يلي بحبها. هاي أكلة اليوم صيادية السمك، قدمتها بطريقة سهلة على عدة مراحل حتى ما تلاقوها كتير صعبة. هتاخد معكم شوية وقت بس أكلة كتير طيبة، جربوها.
إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس ليشاركم كل جديد، وأنا بشوفكم بفيديو جديد ووصفة جديدة، وبصحتين وعافية.